عمان، هذه الأرض الرؤوم يحكى عنها الكثير والكثير، ومر على حكمها خلق وفير. لابد من أن أقلام المؤلفين وثقت مآثرهم وتاريخهم، ولابد من أن صفحاتهم سجلت مناقبهم وسيرهم، ولي منهم جمع ما كتب المؤلفون عن سادات عمان وحكامها. إن أنسى لا أنسى اليوم الذي زرت فيه مكتبة ذلك العالم، العالم الذي يضرب بمكتبته المثل. كانت مكتبته تمتلئ أرففها بكتب الأحداث والسير، وتبرز أكثر دون غيرها. إن تعجب فعجب ذلك الاسم الذي لا يكاد يخلو منه كتاب، ابن رزيق. نعم، ابن رزيق. من يكون هذا الذي ملأ الدنيا وشغلها؟ من ابن رزيق؟ ها هي صحار تنعم بالعدل والإنصاف والراحة والاطمئنان، فولي أمرها وواليها السيد أحمد بن سعيد يكرع الناس من عدله وعطائه. هذه المكانة التي استحوذها في القلوب كانت خطراً عليه، فجلبت خوفاً لسيف بن سلطان اليعربي خشية أن يصير الأمر إليه، فكتب كتابه يأمر بحبسه وتغريبه. كان صديقه رزيق بن بخيت يرقب الوضع من قصي، فأحمد بن سعيد وال عادل يحبه الجميع، وسجنه وقتله أمر لا يرضاه له. لذلك هرع من أقصى المدينة أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج. فرجع أحمد بن سعيد أدراجه ونجا من موت مرتقب. تمضي الأيام ويتولى أحمد بن سعيد أمر البلاد، ولمروءته ونبله أكرم رزيقا. الأبناء تربية الآباء. لم يغفل هذا رزيق وهو يقضي أمور البلاد. حميد بن رزيق وهو المعروف بابن رزيق، في ظل تلك النعمة التي يتقلب في أعطافها وألطافها، أكب هذا الشاعر المؤرخ منذ حداثة ظفره على التعلم والنهل من علوم الفقه والأدب والشعر. يتجول بين أشياخ عصره ويقرأ عليهم صنوف الكتب. مع هذا كله كانت تسكنه نفس عصام، فأكب وحده بعد ذلك على المطالعة والدرس. ابن رزيق لم يكن بعيداً عن الأسياد، فالسيد سالم بن سلطان كان يرقب نبوغه وذكاءه، فأخذ بيده وألهمه الشعر الذي طرز به ديوانه الزاخر. ولأنه تربى على الفتوة بجانب الجد في طلب العلم، فقد كان في طليعة الفرسان في المعركة البحرية. إنه ابن رزيق مدون عصره ومؤرخ زمانه الذي سرت كتبه للآفاق. مدينة النور ترنو للناظرين كأنها قطع فنية صفت على بساط واسع من الأرض، في كل زاوية منها معلم. من جو السماء تبصر أزقتها الضيقة وشوارعها المتطاولة. تلك هي باريس، تشق أنهارها جسور الحضارة، وتشع رونقاً وبهاء قصور باريس وحدائقها الغناء وكنائسها العتيقة. فتح ابن رزيق في كتابه الفتح المبين حديثاً عن السادة البوسعيديين، بيّن فيه تسلسل نسبهم وذكر طوائفهم وذراريهم، وختم كتابه بذكر أئمة أسد عمان. كتاب تاريخي بامتياز خلد فيه ابن رزيق
مآثر السادة البوسعيديين. المخطوط نسخ في بيت قنصلية الجرمن الذي في بندر المحروسة زنجبار بأمر الدكتور كارل راينهارد ترجمان الأول. المخطوط مكون من 226 ورقة من القطع الكبير، خطه جميل رائق حتى الورقة 25، ثم اتسم بالتسرع ولكنه مقروء، وقد دون خطه النسخي بالحبر الأسود وأحياناً قليلة بالأحمر. غلافه من الجلد المتين تكسوه حمرة تتخللها نقوش بديعة، كما ظهرت على صفحته تجاعيد الزمن.